السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك مرة جديدة بالقناة. فيديو اليوم مختلف شوي، لنتكلم فيه عن بروجي أوبن سورس اللي نبداه درك وبقيت نشاركم فيه. لا عاد حد انترستي يشارك فيه. جوز السابق نتكلم عن الديتاي تكنيك، جوز اللي نشرح لكم البروجي الفكرة منه شنو هي. دونك البروجي عبارة عن موقع لا يعود سيت ولا أبليكاسيون ويب، الهدف منها لا يعود ريبرتوار دونت بريز، معناها أنه سيت لا يعود فيه الشرايك كامل اللي في موريتان، والله كل شركة لا يعود فيها اسمها، رقم تلفونها، إيميلها، معلومات عنها، شنو هو المجال اللي تشتغل فيه وشنو مال التكنولوجيا اللي تعمل. الهدف منه شنو هو؟ إن الرجاج يلود الشغلة، والله يلود الاستاج ديركت ما يدخل الموقع، يلود الشركة حسب المجال تخصصه هو، والله رواي اللي دور، ويجبر الشركة ويجبر معلوماتها كاملة، بلاصتها منين، رقم تلفونها شنو هو، إيميلهم شنو هو، المعلومات كاملة الأساسية يعرفهم. علاش الفكرة جاتني بيا؟ أنا ذاك الساعة تذكر اللي كنت نعدل ليسانس ونلود الاستاج، الشراكة ما نعرف منهم شيء، نعرف السنين موريتال ماتل شنتال لا شراك الكبار اللي هذو اللي نعرف، وهذو كاع الانفورماتيك ما هو مجال تخصصهم حتى سلسلة ديفلوبمون، وياسم الشرايك ما عندهم مواقع الكترونيه والله بالسيف تعرفهم والله شيء، لا بدلك يعود عندك رجاج تعرفه يقول لك خالق شركه كذا بلاست كذا والله شيء يعطيك معلومات عنها. دونك الفكره من الموقع يعود رجاج جوست يدخل الموقع ليرى الشرايك كاملة. والافونتاج في الموقع اني ما انا درك ماني محتاج نمشي نقيس الشركه نقول لهم اعطوني معلوماتكم، نو المعلومات اللي الشركه من راسها تجينا، والله رجاج يشتغل في الشركه يجي والله قطع عدى الفي ستاج والله لا يعرفها، يجي للموقع ويكتب المعلومات ولا يندار اوكي ويطلعوا المعلومات. دونك المعلومات يجوا من اي رجاج، انت مثلا عندنا تجي عدلت ستاج في شركه، لا يجي انت تخرس كانها موجوده في الموقع ولا ما هي موجوده، لا ما هي موجوده، لا يدير اسمها ودير رقم تلفونهم، لا تعرف والله ايميلها، ودير بلاست تقول اوكي راهو الادريس بلاست كذا والله شيء، وتعطي ديسكريبسيون عنها، والله انت مثلا رجاج تشتغل في شركه دير معلومات عنها، والله تعرف عن الشركه اللي هذا تكتب معلوماتها، وتعرف عنكم مثلا تشتغلوا على بايثون وانجولار وتيلويند مثلا وعدو الفيس. دونك هذه المعلومات تتعرف معلاش بما انك تشتغل في شركه والله قد تعدي الفيستاج. دونك تجي هون تتمشي هذه المعلومات ديرهم، ياك عقب ذا لين يجي رجاج يلود يعود مثلا رجاج تخصصه بايثون اوكي والله تخصصه انتليجنس ارتيفيسيال ديركت ما يعدي ريشيرش لهيرا هذه درك الشركه اوكي، والله رجاج ايا كان تخصص والله رواي اللي دور فيها شغله يلود هون الريشيرش يجبر هذه الشركه وعقبك يمشي هو يتلف لهم والله يمشي لهم ايميل والله شيء اوكي. عاد حد يعمل جوجل مابس هي تقريبا نفس الفكرة، جوجل مابس انت تقدر تقيس ريستوران والله بلاصة تعود زينة عندك، ياك هذه البلاصة انت لا تميتني شفتها تميت ماشي توني شفتها، هذه البلاصة ما موجودة على جوجل مابس اوكي. دونك انت البلاصة زينة عندك والدور تقريبا تريكومانديها للناس، لا تمشي انت تديرها على جوجل مابس، تكرد مثلا الخريطة دير اوكي هذه البلاصة دير اسمها وتكتب عنها ديسكريبسيون لا تبكو والله تكرد صور وتديرهم. دونك نفس الفكرة، انت تشتغل في شركة والله عدلت عنها انستاج والله شي والله انت ممكن انك بديت شركة مازالت جديدة تدير انت معلومات هون يسوى ستارت اب يسوى شركة كبيرة ديركت ما يجي رجاج يكتب كلمة مثلا جافا لا هي تجي اوكي لا تجي الشركة، علاش؟ بما ان الشركة تعمل جافا، والله لا يكتب رجاج ادو في اس والله رياكت لا تجي الشركة، علاش؟ بما ان هذه الشركة تشغل رياكت اوكي. دونك بيان سور لابليكاسيون مازال ما فاتوفات هذاك هو البيان اللي كتبهم مثلا رياكت ما لا يجي شيء. دونك هو البروجي هذا اللي تراو فيه درك لا فيرسيون بيتا لا لو مينيموم فايبل برودكت اللي هو MVP. دونك لا جوست رواي نعطيه لكم يكتبوا مو كاع الفكره شنو هي، هو بما انه اوبن سورس معناها اني مازلت نحتاج الناس تعاوني فيه نشتغلوا عليه انسامبل اوكي. انا قد انا بيرسون ما نشتغل عليه وحدي، يا غير قلت انا فرصه تتعلموا نتوما وتبراتيكو على اون بروجي يقدم على الوقت عقب شهر شهرين اللي هو اون بروجي لانسي وبيبليك والناس كانت تدخل عليه اوكي. دونك هذه هي الفكره، الهدف منها ان تعاون الناس. دونك جوست يعود رجاج متخرج والله يلود الاستاج والله يلود الشركه، جوست يدخل الموقع يكتب مثلا يختار مثلا نواكشوط ولا نواديب والله المدينه وشوف يطلعوا له في الشرايك اوكي. والافونتاج انه لا يعود لي دوني اللي فيه لا يجوا من عند الناس، يعني انا محتاج نتلفون على مدير شركه نقول له باردون دخل الموقع اعطينا معلوماتك، نو انت تشتغل في شركه يسوى يمكنك دخلتها، انت لا تجي تكتب معلومات الشركه لا تعرف الادرس ايميل رقم تلفونهم ديروا اوكي. يعود رجاج يدور يعرف معلومات عنها جوست يمشي للشركه ويطرح لها والله يلود الاستاج والله يعرف اكزاكت ما التخصص منين، مانك محتاج كل رجاج تلفل والله كانك تعرف رجاج في الشركه، نو تدخل الموقع ترى المعلومات كامله اوكي. بيصير مع الوقت الدور نتعمقوا حتى في لي شوز مثلا لا عاد في الشركه ما تبقي معلومات يطلعوا هون، دونك العادي جوست كونتاكتينا ونمحوا معلوماتها اوكي. يا غير هذه المعلومات كامله يعودوا اوبن سورس، دونك المعلومات كامله اللي تطلعوا فيهم نورمالمون لا يعودوا على جيت هاب
اوكي اي رقاش قد يمودي فيه، مثلا تظهر كنت اشتغل في الشركه اوكي وتعرف عنها، مثلا كانت تعمل ادوفيس يا كلمات لا تعمل معناتها، مثلا تعمل جوجل كلاود ولا ازور ولا اللي هو هو اوكي. دونك انت تجي هنا تي على جيت هاب، تعدل بول ريكويست، تبدل مثلا تقول اوكي ادوفيس للشركه ما لا تعمل تعمل ازور، والله دومينها تبدل ما لا تشتغل على انتليجنس ارتفيشال النهائيه اوكي. دونك والله بدلت بلاست، والله بدلت رقم تليفون انستريس. دونك المعلومات كامله اللي عندو اوبن سورس، اي رجاج قد يشوفهم اي رجاج قد مودي فيه، هي كحد فيهم تراسابيليتي يا كاين لي سيت بحد ذاته، لي سيت هو لا حرمه اللي اوبن سورس، دونك لا كو بين ندور نشتغلوا عليه. دونك مازالو فيهم دي فونكسيوناليتي، هذاك فونكسيوناليتي الوحيده اللي نقدروا نشرشوا بالاسم اوكي. دونك الاسم لا فونكسيوناليتي انك تشرش بالاسم سي بون، دونك نكتب هذاك ما فهم ما الاكزامبل درك عندي لا شركه واحده يا قرا بري لا يعود فهم شركه اخرى، دونك بنشرش بلاسم ابري. مازالو بليزير فونكسيوناليتي، مثلا نشرش بالبلاصه المدينه اللي فيها، ولا نشرش بالسيكتور ولا لا تكنولوجي انسي دي سويت اوكي. دونك هذا قدر من المسائل مازالو. دونك داك ويل بي جوست عرضت عليكم البروجي من الاول، نشرحوا لكم حد انتريسي يعود يشارك فيه اوكي. دونك هو ان بروجي اوبن سورس، دابا نتكلم عن لي زاسبي تكنيك اللي نشرح كاع اوبن سورس شنو هو. اللي نقولوا بروجي اوبن سورس معناها انه مفتوح المصدر، معناها ان الكود اللي لا يكتب هذاك الكود اللي تراو فيه يعود كل رجاج قد يفتحوه، كل رجاج قد يتلشارجي، كل رجاج قد يمودي فيه، ما هو ملكيان هذاك الكود، ما هو ملكيان هذا كود اوبن سورس اوكي. كل رجاج قد يتلشارجي قد يعدل من نسخه قد يعدل من كوبي فوالا. هذاك مثلا قدر من لي بروغرام ولا دي بروجي اوبن سورس، مثلا هذاك بوست جريس وهذاك ريديس اوكي. دونك هذاك مثلا بوستغريس هذه ان باز دو دوني اوبن سورس اوكي. دونك هذاك بما انه اوبن سورس كل رجاج قد يكريد له كود يكوبي ولا يعدل من النسخه. هذاك باز دو دوني فهم ياس من الناس عدلوا منها نسخ، عدلوا نسخه علاش نسخه من بوستغريس وسموها اسم اخر اوكي. والله مثلا ريد هات، هذاك ريد هات نسخه من سيستم ديكسبلوتاسيون لينكس اوكي، سيستم ديكسبلوتاسيون لينكس اوبن سورس. دونك جات هذه الشركه ريد هات عدلت نسخه خاصه بها هي، زادت عليها قدر من الروايات ومشات تبيعه اوكي. دونك قدم لي بروجي اوبن سورس، اوبن سورس البروجي الكود اللي كل رجاج قد يشوف، كل رجاج يعدل من نسخه والله يبدل فيه. دونك هذاك هو البرينسيب من هذا الكود اللي نشتغل انا عليه، هذاك الكود اللي تابع للسيت اللي هي دار على جيت هاب، وكل رجاج قد يتلشارجي، كل رجاج قد موديفي اوكي. مثلا هذاك الفريم ورك انجولار اوكي، هذاك فريم ورك معدلته شركه جوجل اوكي، يا كار جوجل بما ان هي معدلته يا كار معدله الكود اوبن سورس، كل رجاج قد يفتحوا. دونك انا هذاك اللي نفتحون قد نشوف الكود ونقد نشوف الناس اللي اشتغلوا عليه، هذا الناس كامل القطع اشتغلوا عليه. وهذا يكون مثلا هذا كوما اوبن سورس يخلق على موقع قالوا جيت هاب اوكي. دونك قد انا مثلا نجي هون في بلاست ايشوز اوكي، نعدل نيو ايشو، هذا ايشو معناه شنو؟ معناه اني لاحظت باج اوكي، والله ندور نعدل روايه فيتشر ريكويست انسي دي سويت. دونك فم قدر من الروايات قد انا اعدل لهم ايشوز هون بوحدين قاعد ديجا معدلينهم. مثلا هذاك بنادم شاكي من الرواية اوكي، عنده مشكلة هون اوكي، دونك يعدلها ايشو اوكي، يعطي هون ان ديسكريبسيون المشكلة من منين اوكي. عاد هو ما قد يصلحها يجي رجاج اخر من ليكيب ويصلحها اوكي. دونك هذاك مثلا هذاك المسيو يشتغل في جوجل اوكي، دونك من الناس اللي اشتغلوا على انجلر، دونك هون جوست يسولوا سؤال وقد يجاوبوا انسي دي سويت، ومن يعرفوا المشكله منين يصلحوها انسامبل ولا يجي رجاج اخر يصلحها اوكي. هنا تيا يجوا مثلا رجاج عدلوا دي بول ريكويست اوكي، مثلا هذاك المسيو يدور يعدل الموديفيكاسيون اوكي، لا يعدل تبديل في الكود اوكي. دونك فوالا هذاك هو الكود اللي يبدل اوكي، مثلا لا يزيد هذه الروايه، لا يزيد هذه الروايه انسي دي سويت اوكي. دونك هذا هو باختصار اوبن سورس. دونك اسانسيلمون لا بد حد يعود عنده ان كونت في جيت هاب، ولا بد يتعلم شي قالوا جيت اوكي. جيت اوتي دي فيرسيونمون دو كود اوكي، بما ان رجاج اوبن سورس معناه لا يشتغل معاك ناس اوكي، ما ولا يشتغل وحده. بنفس الشيء في الشركه، ملي تعود تشتغل في الشركه معناك لا تشتغل وحدك، ثاني تعود تعدل اون بروجي وحدك، تقدر انت جوست تعدله في اورديناتور وحدك وما ماسو حد، بما انك لا انت هو المسؤول عنه ما عندك مشكله، يا كان حتى هذه لا يتلاحظ مشكله بك. انت تقدر مره تعود لا يتعدل شانجمون وعقلك تدور تبدله ولا تدور تبدل رايك في شيء، ملي ما تعمل جيت لا تنسى انك تعدلت روايه والله محيته والله وقدت عليك. دونك ذاك هو افونتاج جيت، يا كل روايه تقدر تسجلها كل لحظه، تسجلش عدلت تقد ترجع له تقد انسي لي سويت. دونك جيت روايه مهمه حتى في حد اللي يكمل في ديفلوبمون، لا بد له يعرف جيت شنو هي به للشركه كاملين يعملوها، ما تقد تدخل على الشركه اللي تشتغل معاهم في ديفلوبمون وانت ما تعرف جيت اوكي. والافونتاج في لو بروجي سيرتو لي ستيديان استفاد اول شيء انهم يتعلموا جيت، عقبلك استفادوا انهم يشتغلوا اون اكيب اونسويت، واهم شيء ان لا بارتيسيباسيون في لي بروجي اوبن سورس مهمه حتى ياك رجاج يجبر شكله اوكي. بهدي كيف ما قلت لكم في واحد من الفيديو، من اهم روايات اللي عدل ياك يجبر شكله انه يعدل دي بروجي، يقال الانكونفينيان ان رجاج يعدل بروجي جوست وحده، مرات يقدر يرزح والله ما يكمل بروجي والله شيء،
بار كونت انا نشتغل اون بروجي اوبن سورس، معناها نشتغل على بروجي مع قدر من الناس، دونك يعرف لو ترافاي ان كي قد يشتغل على الواي هو مطبس لنا نشتغل عليها. هذا هون اون ارتيكل جوست يشرح شنو هي الافونتاج من رجاج يشتغل على اوبن سورس. قد رجاج يعدل سون سي في، سي في كامله تو سي في زينه لاب نشتغل على اوبن سورس. اوكي اوبن سورس ما معناها انك تلو بروجي لا تكمل انت كامل، نو جوست انك تشتغل فيه تبارتيسيبي، جوست تزيد رواية معينة. مثلا رجال جوست بارتيسيبي في البروجي، جوست زاد انه عدل الفلتراج بار فيل مثلا ولا بار سيكتور، دونك هذاك يسمى بارتيسيباسيون. قد رجال يدير في سون سي في لا تعود مهمة، ياك تنعت للشركة انك اكتيف انك تشتغل تعدل دي بارتيسيباسيون في دي بروجي. اوكي دونك ذاك رواية مهمة ان حد يحاول انه يبارتيسيبي في البروجي اوبن سورس، سيرتو هذا البروجي بما انه في بدايته. وانا اللي نعود معاكم يرجاج عنده مشكله نعاونو فيه ان شاء الله. دونك جوست نزيد شويه في لي زاسبي تكنيك. هو البروجي ذا دارك لسيت معدل بفريم ورك انجولار. اوكي معدل هو بور لو مومون جوست ان سيت فرونت اند. اوكي لي دوني بور لو مومون جوست ستاتيك، بيتيتر ابري لا نديرو ان اوبجي ان فيشي جيسون. اوكي نعود معنا محتاج نعدلو ان باك اند مع الوقت ذاك بيتيت تبدل. اقل بور لو مومون لو فرونت اند معدل بفريم ورك انجولار. اوكي Angular عبارة عن framework front-end. أوكي دونك لا بد عود رجاج يعرف HTML و CSS و JavaScript. أوكي و قدي لا بد له essentially TypeScript يكا ذاك ما بعد من JavaScript. أوكي دونك ذاك framework اللي نشتغل عليها رجاج ما قد تشتغل عليها جوستين شي موقع Angular.dev. هنا تيا فيديو tutorial يتابعهم. أوكي دونك هون يشرحوا له step by step نفسه داخل الرواية، والله يعدل ريشيرش على يوتيوب يشوف information سويفيها. أوكي سينو انا معاكم دون نحاول نشرح لكم، ودون نحاول ان شاء الله في الايام الجايه نعدل البيتيت فورماسيون ولا كراش كورس على انجولار. اوكي نعمل روايه اخرى نقالها تيل ويند سي اس اس، هذه ما بعيده حتى من بوت ستراب. لا حد يعرف بوت ستراب، دونك اسونسيال ما جوست ياك نشتغل بها على سي اس اس. اوكي ودون احنا ما نحتاج نكتبوا سي اس اس بروسنا، نكتبوا جوست دي كلاس موجودين ديجا بري ديفايند كلاسز نقالهم. اوكي دونك فوالا هذا هو البروجي جوست يقص حد الموقع github.com، هذا راك اللي هنا نديرو في لا ديسكريبسيون. يجي حد هون يعدل هون يتلشارجي الكود. اوكي يا قرساب قداك هذا الفيديو كيما قلت لكم، هذا الفيديو يشرح لكم جيت، يشرح جيت كامل شنو هي، يشرح لي كوماند دو باز، ويشرح كوما يتعامل حد مع موقع جيت هاب. اوكي كوما يجي حد هون يعدل ايشو. اوكي حد شاف مشكله والله يدور وايت يعدل، مثلا هون يجي حد يقدر يعدل ايشو، يختار الليبل تاع مثلا باج معناها في مشكله والله فيتشر يدور وايت زياد. اوكي انسلس يتحسب يختار لا كاتيجوري اللي يدور هو. اوكي والله في حال حد لا يعدل ام بروكويست يجي هون يعدلها بهذه الطريقه. دونك هذا كامل حدكم يتعامل مع جيت ويتعامل مع الموقع جيت هاب مشروح في ذا فيديو اللي نديرو من اللي في لا ديسكريبسيون دي فيديو. اوكي دونك فوالا هذا هو البروجي. اوكي دونك انا ديجا عدلت عليه، هذا اللي ترافي كامل ديجا موجود. دونك ننسي اش حل الكود ولانسي عنده ان لوكال دور يشوف نفس الشيء. اوكي دونك هون انا ديجا حد لي بارتيسيبي في البروجي، ديجا عندي فيم دي ايشوز مشاكل ندور حد يصلحهم. اوكي هذو اللي ماركي جود فيرست ايشو معناها انهم روايات ما موارات حتى هوينين، قد حد مازال ديبيتون قد يبدا بهم، ولا نزيد مع الوقت كل مره نزيد روايه مثلا هي هذاك تاع فلتر باي سيتي. اوكي دونك نحن هون ندور مثلا نعدلو فلتراج بار سيتي. اوكي دونك نين يفتح حد نورمال ما هي رافم ان بيتي ديسكريبسيون. اوكي اد ا فيلد سيتي تو انتربرايز تايب ان سي سويت. اوكي دونك من يقرا حد الكود لا يشرح هذا كامل. اوكي اد دروب داون نيكست تو ذا انبوت، دونك ندور ندير هون اون دروب داون ولا سيلكت نعود فيه ليست المدن كامله ونختار واحده منهم تجيني النتيجه. اوكي جوني جوست دوك الشراكه اللي في ذي المدينه. دونك نين نفوت حد يتلشارجي الكود يلانسي عنده يفتح هنا تيا لوكال هوست ولا يجي نفس الموقع. دونك اللي تراو فيه هنا هذاك enterprise.byte.mer هذا هو اللي سيت ان برودكسيون، ياك انت تعود تشتغل على اللوكال لا تشتغل على هذا. اوكي دونك هذا جوست شرح البروجي كامل. اوكي برك اللي نشرحه برك لا كومونيكاسيون، هو اون بروجي اوبن سورس معناه انه اون بروجي ديكيب في قدر من الناس اللي تشتغل. اوكي دونك لا بد من وسيله نعرفوا نحن كما اللي نتواصلوا مع بعضنا. اوكي انا بيرسون ما من الناس اللي يبقي لي ميساج بريفي ذا كام به اللي صعب نجاوبهم. دونك هون اون بلاتفورم قالها ديسكورد، حتى كاع ابار سو بروجي ننصحكم انكم تدخلوها. اوكي به اللي في قدر من لي كوميونيتي. دونك هون عندنا ان سيرفر ديسكورد. اوكي مين يدخلوا حد لا يجي دارك تيافم قدر من لي شان. اوكي خالق دي شان مثلا تابعين للأوبن سورس بروجكت بلو ماما عندنا لأمير انتربريز اللي هو هذا. دوك المعلومات والله اللي ديسكيسيون الفي كامل اللي نعدلهم هنا. اوكي وهنا تيا مثلا جنرال اللي قد حد يتكلم فيه في اي موضوع ما مهم يسوى شنو هو. اوكي وفي حالة حد عنده مشكلة قد يجونا تيا في هيلب يعدل نيو بوست ويكتب المشكلة ويعاون فيها. اوكي دوك الافانتاج هون في ديسكورد انا عندنا قدر من البلايص نقدر نتكلموا فيه مثلا هون اوف توبيك يتكلم حد فيه عن اي روايه ما هو مهم ياخذ. دونك وهنا تيا مثلا دي الشين اللي قد حد يعدل فيهم ان ابل اوديو مثلا ويعدل فيهم بارتاج ديكران في حاله عنده مشكله ولا شيء
نشوفه مع هونات يعني مثلا والله دو بيرسون اخرين عندهم مشكله والله شيء يشتغلوا انسامبل يجي يدخلوا هون اوكي والله حتى ابار قاعد البروجي قد حد يدخلوا جوست ريفيزيون ما هو قاعد البروجي عنده مشكله اخرى يراجعون مع رجاج والله يشرح الروايه اوكي دونك لافانتاج هذاك مقارنه بروايه مثلا كيف جروب فيسبوك ولا واتساب من هون كل شيء منظم اوكي مالغري هذا كامل انا عدلت السيرفر ديسكورد ام ام تاع عدلت جروب واتساب دونك اللي هنا نديرو في لا ديسكريبسيون يقر انا دو بريفيرونس نختار هذا يقر ما في مشكله هذا ولا جروب واتساب سي يعني. يقر ديسكورد جوست كيما شرحت لكم هذا راك ولا سيرفر اسمه بايت اللي هنا نديرو في لا ديسكريبسيون يقر حد زيان عنده لابليكاسيون هو لاقيس موقع discord.com ولا في تليفون يتلشارج ابليكاسيون اسمها discord اوكي يقر فم قدر من لي سيرفر خير مثلا حسب اهتمام رجاج اوكي فم دي سيرفر متعلقين بلا تكنولوجي فم دي سيرفر متعلقين بأي رواية مثلا فوتبول ولا أي رواية ميزيك ولا أي شيء فم قدر بلا سيرفر مثلا هون درك سيرفر متعلق بأنجلار اوكي دونك كيد حد جيوناتيا مثلا اللي هي شفتوا لو ميسيا اللي شفناه قبل في جيت هاب هذا راعي هوناتيا اوكي يعاون الناس دونك نعود رجاج عنده مشكلة هوناتيا يجي حد مثلا عنده سؤال والله شيء يجي رجاج هون يجاوبه اوكي دونك هذا راك عنده مشكلة لا يجي هون لا يجاوبه والله يعدل مثلا رجاج هون في هيلب اوكي يكتب رواية عنده فيها مشكلة يكتب المشكلة يجي رجاج يجاوبه اوكي يعاونوا فيها دونك هذاك في انجلر حتى في جافا نفس الشيء خالق سيرفر هون لجافا اوكي دونك هون مثلا جنرال يتكلموا عن اي شيء ما مهم اوكي يقر عندهم بلاصة مثلا هيلب يجي رجاج عنده فيها مشكلة اوكي دونك مثلا هذاك عنده مشكلة في الرواية لا يكتبه هون لا يجي رجاج مع الوقت لا يجي رجاج يجاوبه اوكي نفس الشيء هذه مثلا فريم ورك قالها استرو تيل ويند دونك حسب المجال دونك نحن نفس الفكره عندنا هنا في هذا السيرفر يدخلوا حد لا يتمنى بارتاجي الشكل هنا يعني عاد رجاج عنده مشكله وندروا نربحوا الوقت جوست ندخلوا هون بارتاجي لسون اكرا ولا بارتاجي لمون اكرا والله تقول لا ديسكسيون ان تكست هون سينو كيما قد فام جروب واتساب قدوم اللي نتناقشوا عليه دونك هذا ان جلوبال هو لو بروجي جوست بقيت نشرح لكم لليان كاملين محتاجينهم اللي نديرهم لكم في لا ديسكريبسيون دي فيديو ان شاء الله تعودوا انتريسي برسك انا فريما ننصحكم انكم تبداو في لا بارتيسيباسيون في لي بروجي اوبن سورس سورتو هذا لو بروجي ما هو ان بروجي HTML و CSS و JavaScript عادي نو هذا تعمل فيه فريمورك انجولار اوكي هذه من اكثر لي فريمورك المطلوبه في السوق في موريتان اكو تعمل في قدر من الشرايك والوزارات وذا كامل وتيل ويند ملي هذه تيل ويند انتجريس الشرايك الكبار كاملين نعملوها وجيت بيان سور كل شركه في انفورماتيك لا بدها تعمل اوكي دونك فوالا لنحاولوا ان نشتغلوا انصامبل تستفادوا تعود لكم الاكسبيرينس تتعلموا منها به اللي كما قلت مهم حتى ان رجاج يشتغل على ان فريم ورك ما يبقى جوست على HTML و CSS و JavaScript بس كلك وحدهم الشراك ما يدوروا بهم شيء اوكي دونك لا بد رجاج يشتغل على فريم ورك نفس جافا وحده ما يعدل شيء لا بد لك تشتغل بان فريم ورك كيف سبرينج بوت مثلا اوكي دونك يحاول حد انه يطور من مهاراته ويشتغل على ان بروجي ذا كيفته يتعلم جيت اوكي بتيت يكرد على جيت هذاك مثلا يقدر رجاج يكرد لي نهار نهارين يتعلمه طيب ذاك يكرد نهار نهارين على انجولار يتعلم البدايات شوي شوي اوكي وهو بما انه اون بروجي اوبن سورس معناه ان مالك مطلوب انك توفر واي وقت معين اوكي ما فهم التزامات انت لا تفتح لك كود وقت انت صايب تعدل انبوت موديفيكيشن مثلا تذاك لا تفتح لك كود مالك قاعد مكمل البروجي انت لا تعدل كونتريبيوشن صغيره لا تدير فلتر سيتي اوكي والله لا لا تجي مثلا هنا تيهات دير هون مثلا اسباس بين هذه السطره وهذه اوكي دونك اي روايه تجي تتعدل اي كونتريبيوشن مرحب بها اوكي دونك فوالا هذه هي الفكره وان شاء الله تعود عجبتكم دونك فوالا بالنسبه للناس اللي تشارك في البروجي نشوفكم على ديسكورد ولا على جروب واتساب اوكي وحتى الناس اللي ما هي لا تشارك عادي ملي تقدروا بيان سور لا تدخلوا جروب واتساب وديسكورد تسولوا عن اي روايه اخرى اي موضوع يسوى شنو هو مفتوح للنقاش اوكي مثلا في ديسكورد جوست من هذاك البلاصه هي المعنيه بالبروجي اي بلاصه اخرى قد حيتكلم فيها في اي موضوع يسوى شنو هو جار حد يعاونه في روايه والله شيء يسول عن سؤال الجنرال اللي قد يسوله هون والله هون والله عنده مشكلة يديره هون اوكي دونك ما في مشكلة اي متابع لاشن مرحبا به في الديسكورد ومرحبا به في لاشن في جروب واتساب دونك فولا شكرا على المتابعة ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو كسوي.